قصتنا، فأنا تعمدت أقول قصة هذه بالذات فيها حكمة وفيها فوائد عظيمة. هذا واحد إنه متزوج، وهو وزوجته وزي ما قال الشيخ الله يبارك فيه بينهم حب عظيم وبينهم حياة سعيدة لسنوات تقريبا امتدت إلى 7-8 سنوات. هي ما تنجب، ورغم ذلك إلا أنه يحبها حبا كثير، وهي كذلك تبادل نفس الحب، فعايشين وسعيدين. سبحان الله بعد مرور 5-6 سنين صار فيه بينهم مشاكل، وربما أنها تختلقها هذه الزوجة كثيرا لأسباب يعلمها الله سبحانه وتعالى، ممكن أنها نفسية، ممكن تعب، ممكن. فكلما صار بينهم مشكلة طلقني 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 طلقني، تعب الرجل نفسيا منها، عانى معها، ورغم ذلك صبر وعاش وعاشوا، لكن سبحان الله العظيم ما توفقوا في الأخير، وإجبارا واللي طلبها طلقها. راحت هذه الزوجة، ظروفهم المالية هي وأهلها أسرتها سيئة جدا، فعانت في فترة الطلاق بعد ما انفصلت، وصار فيه مشاكل مالية معها هي. سبحان الله بعد فترة أصيبت بفشل كلوي، وبعد ما أصيبت فشل كلوي كل يوم يومين، الله أسأل الله أن يعافي ويشفي كل من عنده هذا المرض وسائر الأمراض الموجودة. فصار كل يوم يومين تروح تغسل، إلين وصلت مرحلة متعبة جدا، ولا بد الآن من متبرع. في ذاك الوقت ومن غير ما تدري وتنومت، قالوا المستشفى نبشرك فيه متبرع وفاعل خير. من هو؟ قالوا ما نعلم، مفاعل خير بيتبرع لك بكلية. سبحان الله، سبحان الله العظيم. وفعلا صار التبرع، ورجعت لحالتها وطبيعتها وعافيتها أحسن من أول. سبحان الله العظيم، في زنقتها المالية ذيك الأيام هي وأسرتها، جاء من يتكفل بإيجار بيت أسرتها، وصار من يرسل لها كل شهر مصروف تقريبا 1000 أو 1500 ريال تقريبا 3 سنوات قدام. ما تعلم من هذا اللي يسدد إيجار بيتها، ولا تعلم من يحول لها، ولا تعلم من هو اللي تبرع لها بالكلية. وبعد مرور تقريبا 3 سنوات بعد انفصالها، في يوم من الأيام تأخر الإيجار ما تسدد عن بيت أهلها، والمصروف اللي يتحول لها كل شهر انقطع، شهر شهرين الا ويجيها اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام. فلانه قالت نعم. قال انا حبيت اخبرك بالشخص اللي تبرع لك بالكليه، واللي كان يسدد ايجارها لك السنوات الماضيه بعد انفصالك، واللي يرسل لك مصروف شهري كل شهر. قالت والله انقطع عني، والله يجزاه الجنه ويبارك فيه. قال هذا توفي تقريبا قبل شهر ونص أو شهرين، سبحان الله، ويطلبك الرحمة أو يطلبك الدعاء وأنت تحللين وتسامحينه. من هو؟ قال هذا زوجك، عجيب، طليقك. ما نسى العشرة ولا نسى الحياة اللي كانت بينكم، رغم المعاناة ورغم أنك كررتي عليه الطلاق، إلا أنه هو اللي تكفل في مصروفك وإيجار بيت أهلك، والذي تبرع لك في الكلية في الأخير. سابه سبحان الله مرض في حياته الأخيرة وتوفي قبل شهرين، وأوصاني بأشياء كاتبها لك بعطيك إياها الآن. هو محامي طبعا الرجل هذا. فالحكمة من القصة هذه، لا تنسوا الفضل بينكم، سوانك معها فمن واجبك أو واجباتها أنك تقدر العشرة، تقدر الحياة اللي بينكم، وكذلك بعد الانفصال الواجب يصير واجبين. أسأل الله ينفع بالقصة. آمين. آمين.